الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. هجوم الخروف على الإنسان في المنام، وكان الخروف قرونه طويلة علامة على الاضطرابات في حياة صاحب الرؤية المستمرة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أن خروف أسود بقرون طويلة يهاجمها، علامة على المشاكل الكبيرة بينها وبين زوجها، والله أعلى وأعلم. رؤية الشخص أن هناك خروف يهجم عليه في المنام، علامة على وجود شخص يحقد عليه بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. الخروف يلاحق صاحب الرؤيا في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على المشاكل المستمرة في حياته. من يرى في المنام أن الغنم داخل بيته، علامة على الكثير من الأموال والخيرات القادمة بشكل كبير لأهل هذا البيت، والله أعلم. رؤية وجود الغنم الكثير داخل بيت صاحب الرؤيا علامة على التغيرات الإيجابية التي تحدث في حياة أفراد هذه الأسرة هذه الأيام. حلم وجود الغنم داخل البيت في المنام علامة على السعادة القادمة لأهل البيت بشكل كبير. رؤية وجود الغنم داخل البيت علامة على انتهاء الاضطرابات من حياة صاحب الرؤيا بشكل كبير. ضياع الغنم في منام المرأة المتزوجة علامة على أن مشاكل تقع كثيرة هذه الأيام في حياتها، والله أعلى وأعلم. من يرى في الحلم أن الغنم ضاعت منه، علامة على حسابات مادية تضيع منه وسوف يخسر أموال كثيرة، والله أعلم. رؤية ضياع الغنم في المنام علامة على الاضطرابات في عمل صاحب الرؤيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. رؤية الغنم يضيع من الإنسان في المنام علامة على الاضطرابات والأفكار النفسية الكثيرة التي يعاني منها صاحب الرؤيا هذه الأيام، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.